السلام عليكم. أنا اسمي حج أحمد، عمري هلا 78 سنة. الحمد لله. كل الشباب حكون موجود معكم. كل الشباب حكون موجود معكم. عمري 78 سنة زي ما حكيت لك. أني تربية، كنت مدرس. أنا معي دبلوم رياضيات من الكلية العربية، وبعدها تعينت في أكثر من مدرسة، خدمت في أكثر من مدرسة. عندي 3 أولاد. ساكن في عين الباشا تحت. وين ال أيوة. الحمد لله ما معي شيء. الحمد لله ما معي شيء. عندي 3 أولاد. سامي في السعودية، وإيهاب هسه في عمان، ومصطفى في قطر. بيجوا والله كل سنة. يعني مرات بيحكوا معي، مرات يعني الحمد لله. منيح الحمد لله، الجيران كويسين، الناس منيحة، مريح الحمد لله. ما معي أمراض، ما باخذ أدوية. أنا خدمت في التربية، خدمت 30 سنة في التربية، درست علوم ودرست رياضيات ومهني. خلصت دبلوم من الكلية العربية، و الحمد لله. بيت ملك الحمد لله، يعني بنيت البيت الحمد لله، قريت الأولاد الحمد لله منيح والله. يعني بشعر بالملل الحمد لله. بروح الجامع، بروح المسجد، الحمد لله. والله يا أخي، يعني هذا الجيل والله مليح، بس يا أخي كل التلفونات على الألعاب. الحمد لله. أنا خبروني حكون موجود معكم بالكورس هذا إن شاء الله. الحمد لله.